هذا مستفيد من دروس الجيتار مع يوسف لايف. ادعمني باللايك وهيا بنا للتعلم. يا السلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا بخير. نتوما تشوفوا هذا الفيديو هذا، اليوم غادي نديرو بلادي الجزائر. المهم ديسك بسيط، غادي نقول لكم الفراب هو الاول. فراب كيمشي رومبا، فهمتي؟ رومبا سوا بيتير فيه ترتيقة بحال ما هكا، سوا مبيتيرهاش، المهم شغلك هذاك. عاد بلا ترتيقة تقدر تمشي هكا. يمكن لك تمشي بلا ترتيقة، بلا ما ترتق زعما صباحك، ولكن إذا بغيتي عندها الإضافة زوينة. شبلان انا دابا داير الفراب، واخا لي نوت اش غيكون عندنا؟ غيكون عندنا لا لا لي هو هذا هنايا، هذا في الدوزيام، هذا في الرابع، وهذا في الثالث. ما كاين لا باري لا والو، كاين نوتات سهل. هذا هنايا الري، ري ماجور لي هو هذا في البروميان، هذا في الثالث، وهذا في الثاني. كنعاودو نطلعو لا لي بجينا بيها، عندنا المي، يعني كنا هنايا كل واحد تيطلع بوحدة، هدا كيكون هنا تيولي هنايا، هدا هنا تيولي هنا، هدا هنا تيولي هنا. نعاودو نهبطو لا، فهمتي؟ المهم كيفاش كيمشي التيس؟ كيمشي بحال هاكا. والله كنعاودها جوج المرات. بلادي هي الجزائر وعليها راني حاير، وبغيت نروح الهزاير، والفك بسهل وفراق كما قضيت عنه، والفك بسهل وفراق كما قضيت عنه. بديت لعبة هكا بلا ترتيقة، بديت دخل ترتيقة ماشي مشكل. بلادي هي الجزائر وعليها وراني حاير، وبغيت نروح الهزاير، والفك بسهل وفراق كما قدرت عنه، والفك وفراق كما قدرت عنه. انا والله منسي طين الغالية، سلطينة والصيف العالية، وبغيت روح الهان، والفك كيف سهل فراق ما قدرت عنه، والفك كيف سهل فراقك ما قدرت عنه. بلادي هي الجزائر، هنا كنعاود جوج المرات نقول لك بلادي هي الجزائر وعليها فري وراني حاير، نطلعو لها تاني، وبغيت نروح الهزاير، والفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه، والفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه، والفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه، والفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه. بلادي هي الجزائر وعليها، شوف الفراب. فاش كنوصلو للرفران كنولو كنجيرو النص في كل القنص، فاش نقول ليك المهم فاش كنكونو غاديين بعدين بلو. بلادي هي الجزائر وعليها وراني حاير، وبغيت
فهاد والفيك كيف سالي كنديرو انا تنديري والفيك يعني الفراب فين كنكملوه كنكملوه في النوطه اخرى والفيك كيف سالي فلو كنا تنديرو في كل نوطه تنديرو كنكملو الفراب لا فاش نقولو والفيك كيف سالي كنديرو هنايا دقه وكنكملو الفراب في اللي تابعه فهمتي والفيك كيف سالي فراقك ما قدرت عنو يعني هاد الفراب الفراب كنقص جوج فرابات من هاد العبادات هاد الاخطاء جوج منها كنقسمو على اربعة النوضات هنايا يعني نص هنا نص هنا نص هنا والفيك كيف ساهل افراب وما قدر عنو افراب اخر فهمتي والفيك كيف ساهل افراب وفراقك ما قدرت عنو افراب فهمتي البلان بينما باش تدخل التيسك فاش تكون غادي التيسك في الاول كل نوطه ترفع فراب كامل والله باش كتبدا كتير جوج فرابات بلادي اي بلادي ترفع فراب عاد تقول هي الجزائر تتعاود فراب اخر عاد تقول وعليها تنجرو فراب هنا وراني حاير فراب اخر وبغيت فراب اخر روح الهزاير افرابا والفيك هنا فين كنقسمو هنا هاد الفراب كنقسمو والفيك كيف ساهل وفراقي ما قدرت عنو والفيك كيف ساهل وفراقك ما قدرت عنو وكتعاود تدخل كتعاود تدخل هاديك الدخله الاخرى اللي ما حافظتها انا والله ما نسيت الطينة الغالية نفس البلا سلطينة وسطيف العالية ومغيب في دمها والفك كيف سهل وفرق ما قدرت عنه والفك كيف سهل وفرق ما قدرت عنه بالنسبة للفراب إذا بغيتي تلعب هكا لعب بغيتي الرومبا اللي هي هذا الدرب حال معاك نطاحو فهمتي البلان بالنسبه للفراب خاص فيديو كامل اللي بيت تعلم فراب الفراب المهم شوف باش تعرفوا سهل راه شوف انا بهذا الصبع هذا الاساس زيرو هو جوج طلعات جوج هبطات تنبداو بهبطة في الاول كنبقاو غادي إذا بينا ندخلو الترتيقة تندخلوها في بلاصة شي هبطة من هادوك الهبطة فهمتي البلان الهبطة الأولى مورا دوك جوج هبطات اللي نديرو في الآخر ندخلو ديك الترتيقة إذا بغيتي ما بغيتيش راه ممكن تمشي هاكا فهمتي المهم هادشي اللي كاين كان هاد الترس هدا بسيط و شوفوا في شي درس اخر الخوت يلا بيس ليكم.